البي سي ار. يعني انا عايز انبه لنقطه مهمه جدا. البي سي ار انا لما يجيني اي فيروس وات ايفر، لو ايدز، لو فيروس انفلونزا، لو فيروس سي، فيروس بي في الكبد، واروح اقيس البي سي ار على عالي. اي التهاب فيروسي يقول عالي، لكن ما فيش بي سي ار يقول لي ان ده عالي بسبب الكورونا. نيفر. طب بص دكتور، انا جايبه معايا النهارده انواع كتيره جدا من الكمامات، عشان بس احنا عايزين نعمل وعي للناس يبقوا عارفين. يعني دي كمامه الغريبه اللي انا شفتها. دي بنحط تحتيها كمامه طبعا تانيه. ده اسمه فيس شيلد دوت. ده وقايه ده عشان احمي العين فقط لا غير، لان انا عندي بص حضرتك الفيروس ممكن يدخل من ثلاثه مداخل. ممكن يدخل من الفم، ممكن يدخل من الانف. عشان كده معظم الكمامات بتبقى كده. هلبس دي وعايز احمي عينيا، يا اما البس نظاره يا اما البس اللي حضرتك وريتهولنا دلوقتي. طب في كمامه اللي هي بتكون موجود معاها الفلتر دي، في كل الصيدليات بينصحوا بيها يعني. دي سي ام مش كده؟ وفي كمامه 9 سوري ان 95. دول احليها هايلين وبال حضرتك، بس انا ما انصحش بيهم. طب ليه بقى يا دكتور؟ لانهم غاليين ولو جبت واحده مش هتجيب الثانيه. بس بيقعدوا مده يعني، ممكن استخدمه مثلا اسبوعين او حاجه. لا انا ما بفضلش الكمامه استعملها فتره، انا افضل الكمامه استعملها كل يوم ورخيصه جدا، بس تكون في حدود المسموح به. انا شايف كمامه سوداء مع حضرتك. دي الكمامه بقى اللي هي كل البنات بتحب تلبسها بصراحه. ايه بقى موضوع الكمامه دي؟ والله انا ما اعرفش مصدرها ايه، ولكن الكمامه الطبيه معروفه. بصي هي ظهرها عامل كده بالظبط. لا دي انا ما شفتهاش وما اعرفهاش ومش هتكلم عنها. بلاش نتكلم عنها يعني، دي كده دلع خالص. دي كده مجرد دلع، مش مفيش وقايه. بس ما اقدرش اقول انا اعتمد عليها. لكن الكمامه الطبيه اللي هي ليها طبقتين. تمام. في كمامه معايا برضو عايزه اوريها للجمهور النهارده. الكمامه دي مكونه من ثلاث طبقات. أيوة. عازله. ايوه ثلاث طبقات. ايوه دي فيها طبقه في الداخل بين الطبقتين الاولى والاخيره. دي طبقه هي دي مهمه جدا. ان هي فعلا لا تسمح ب 90% من 80 ل 90% من الفيروسات او البكتيريا. لكن الكمامه السوداء دي انا ما اعرفش يعني، دي ممكن نستعملها للتراب. دي مصر منظر. انا شايف كمامه ثانيه حضرتك ما وريتهاش. دي الكمامه اللي هي ايوه دي الكمامه العاديه بقى اللي هي اليوميه. دي على فكره دي اللي بيستخدموها الاطباء. دي هايله. دي كويسه يا دكتور؟ دي هايله، دي هايله. بس يعني تنصحنا بالوضع ما ناخدهاش من نستعملها غير يوم واحد بس. في كمامه بقى اللي بيستعملوه اللي هو الكمامه الجراحيه. دي انا شفت ناس جايبينها، ما فيش داعي منها. دي بيلبسها الطبيب الجراح او طبيب الاسنان لما بيتعرض للعيان ويكون عنده اي فيروس او اي بكتيريا. يعني مش بس كورونا. عشان دي انا شخصيا في عيادتي قبل موضوع الكورونا ده خالص كنت بلبس الكمامه والبس الجوانتي. حسيت بتعامل مع عيان ممكن يكون معدي لي انا شخصيا. وبعدين عندي سيستم في العياده بقول لهم ما حدش يخش عيان جنب عيان. يطلع العيان من عندي يخش التاني. ليه بقى؟ لان ممكن يعدي عيان. العيان يعدي عيان عندي في العياده. ده خطر جدا. طبعا انا ضد ان انا اتاخر عن العياده عشان العيانين يملوا العياده ويقولوا دكتور فلان ده عيادته زحمه ده شاطر جدا. لا انا مش عايزك تحكم عليا ان انا شاطر بكم الازدحام. احكم عليا ان انا شاطر ان انا بحاول انك انت ما تاخدش عدوى من مريض عندي في العياده. يعني هي تزاحم دي اكتر حاجه ممكن تجيب المرض. طبعا المواصلات العامة والهيئات الحكومية والكلام ده كله فيها قلق، والبنوك والمرور يعني والمحاكم. هو يعني انا عايز اقول حاجة، ربنا يتولانا. بس انا عايز اقول نقطة مهمة جدا، بلاش الرعب. بلاش نقرا ارقام، بلاش نشوف تلفزيون. لان الرعب هيقلل المناعة، الحالة النفسية هتقلل المناعة. الرعب هيقلل المناعة، والمناعة دي لو قلت انتهى الانسان. يعني مثلا وانا ماشي لو بكتيريا صغيره جت في زوري وانا مرعوب، المناعه بتاعتي هتبقى صفر. تمام. البكتيريا دي هتعمل التهاب رئوي غير قابل للشفاء. ليه؟
ليه غير قابل للشفاء؟ لانه مناعتي صفر. يعني حالة نفسية هي اللي تتحكم في جسمي كله. حالة نفسية مهمة جدا، ثقة بالله مهمة جدا. نعم بالله. انت جالك اعراض اللي انا قلتها من شوية، اعزل نفسك. وبعدين انا بديني ناس حالات كتيرة جدا، جاي عامل اشعة مقطعية. اشعة مقطعية دي خطيرة جدا، دي جرعة اشعاع رهيبة. اعمل لي يا سيدي اشعة عادية، اقدر اشخص اذا كان عندك التهاب رئوي ولا لا من الاشعه العاديه. يبقى تعمل لي اشعه مقطعيه ليه؟ وبعدين لاحظت حاجه يا استاذه، ان كل اللي بيتكتب في الاشعاعات المقطعيه مسوده واحده، تكاد تكون مسوده واحده. مش عارفه ايه 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 يعني، كل واحد مش كل حاله غير الثانيه. يكون كوفيد 19. ايه ده؟ احتمال ان مفيش حاجه مؤكده. انا بقول لحضرتك ما هو بصي، يعني غلط جدا ان انا اقول احتمال يكون. وبعدين بلقى حضرتك كل الاشعاعات المقطعيه اللي بتجيني، يعني بيجيني مثلا 10 حالات مقطعيه جاي من نفسه وجاي معاها تحاليل، اشعه مقطعيه بتقول في كذا 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 كذا، وفي الاخر يقول لي لايكلي تو بي كوفيد 19. امال ايه ايجابي؟ اللي بيعمل تحليل وبيطلع ايجابي ده يروح بقى يعمل بي سي ار. تمام، هيبقى بوزيتيف. اي واحد عنده انفلونزا بي سي ار بوزيتيف. يا جماعه يعني ممكن يكون عنده انفلونزا مش كورونا هيطلع بوزيتيف. بالظبط. المريض يجي له حاله نفسيه سيئه او يقعد تعبان وعيان في البيت. افندم المريض يجي له حاله نفسيه سيئه او يقعد يكتئب في البيت. جاني حالات كتير جدا على انهم كورونا ويطلع الموضوع مش كورونا. طب نتاكد ازاي؟ نعم نتاكد ازاي يا دكتور؟ انه بيخف مجرد انه يقعد في البيت وياخد الحاجات البسيطه اللي احنا بنديها له. لا نتاكد ازاي ان ده عنده كورونا؟ لا حضرتك تقولي لي بقى نتاكد ازاي عنده كورونا. انا اللي بسال حضرتك. انا مش دكتوره، ما اعرفش صراحه. مفيش يا استاذه حاجه تقول لنا ان في حاجه سبيسيفيك خاصه تقول ان في كورونا عند هذا العيان، لكن في اعراض فيروس انفلونزا. ما الكورونا دي من مجموعه الانفلونزا يا جماعه. ايوه. لكن انا اللي انا اقصده، انا مش عايز انا كطبيب ارعب المريض. صح. اقول له عندك مصيبه كبيره، لا عندك شويه بقى، عندك انفلونزا عاديه، اقعد في البيت وخد العلاج هتبقى كويس ان شاء الله. يا رب نعدي الازمه دي على خير يا دكتور. لا تحت امرك. ونمر معاك هتعدي والله. هتعدي، كله هيعدي ان شاء الله. الناس بس تجمد شويه كده ويبقى عندها طاقه ايجابيه وتفاؤل وثقه بالله. الناس تعرف ربنا. يمكن الموضوع ده جه عشان بعدنا شويه عن ربنا، محتاجين ان احنا نقرب فعلا من ربنا. انا بتكلم حضرتك بامانه. او الانسان يحس ان هو ضعيف، أضعف مهما كان، قوي مهما كان، أضعف ما يكون. أديكي شفتي فيروس انفلونزا أو فيروس وات ايفر، عامل فينا إيه؟ الرعب. أنا لا تتخيلي كمية الرعب اللي بتبقى على العيان هو داخل عندي في عيادتي. مرعوب، أنا بشفق عليه. أنا بعد ما أتكلم معاه ببص لقاه شال الكمامة. قال لي أنا أشيل الكمامة؟ قلت له لا، كإجراح تمسك بيه. بس روح البيت اعزل نفسك شوية لغاية ما الحرارة تنزل. بالمناسبة اول ما تنزل الحراره ما في خوف. خلاص كده، يبقى كده ده مش كورونا. بالظبط. حتى لو في فيروس ليس لدي القدره على الاختراق او العدوى. فيروس